You should know اليوم فيه ثلاث أخبار. أول خبر هو عن اعتصام لأطباء الضمان الاجتماعي، ثاني خبر هو عن اعتصام احتجاجا على استكمال بناء المستشفى الميداني حد حرش بيروت، وثالث خبر هو عن الرئيس سعد الحريري اللي رجع فتح ملف اغتيال بيو بمقابلة مع قناة مصرية. وعد الدكتور كركي انه يرفع المطالب لمجلس الاداره، واعطانا وعد خلال 15 يوم بيكون الامور ان شاء الله انحلت. يعني انت تعلم من اختلف؟ اكيد بعرف، بس انه أنا أخذت قرار إني ما أنتقم.